السلام عليكم، اهلا فيكم في جديد. طبعا ما كنت ناوي اني اصور نكون مفلوقين في نفس اليوم. السبب الاول اني جيت هنا وش الاجواء حلوه فقلت خل اصور مفلوق، والسبب الثاني اني يم شركه تسلا راح اتكلم معكم عنها شوي. هذه الشركه، طبعا في شركات كثيره بدات تصنع سيارات كهرباء، ومنها شركات كلني اعرفها مثل بي ام دبليو، تويوتا، ونيسان، اتوقع كل الشركات. لكن دي الشركه اللي شدتني من زمان، ان الشركه عندها افكار ما في شركه ثانيه وصلت لها. نخش داخل نعلمكم. السيارات اللي عندها هي 100% كهرباء، ما فيها لا بنزين ولا شيء. الشركه اللي عندها كذا نوع، ما اعرف انواع كلهم، بس اعرف ان النوع سيدان، وفي نوع شوي يجيك عائلي. قبل شهرين اعلنوا عن تقريبا تريلا كبيره كلها بالكهرباء، عم تشتغل تقريبا توصل فوق 600 و700 كيلو في شحنه واحده. في سياره برضه سبورت نزلوا توصل سرعتها تقريبا من 0 ل 100 في اقل من ثانيتين، والتريلا برضه توصل الى 100 تقريبا حدود الاربع الى خمس ثواني. معلومات اكيد لان سامع معلومات قبل شهرين، بس بوريك اياها الحين. برضه السياره تجيك معاها شاحن حق البيت، اول ما توقف في البيت تحطها في الشاحن، تقريبا تاخذ معاها ليله كامله ما تشحن فل. وبرضه اذا كنت في الشارع في محطات كثيره لها، تقريبا حدود امريكا كلها، هي حتى في بوزمان لها محطات الشحن، محطات شحن سريع تقدر تشحن السيارة كامل في نص ساعة. هذه الشركة تسلا، الشركة مدخلة تقنية صج في السيارة. أنا بعض السيارات يقول لك فيها تقنية وما شنو، بس دي فل تقنية. Thank you. هذا شاصي السيارة، هنا تحت يكون الباتري. كلم الموظف هنا يقول السيارة تقدر تطلبها أونلاين، كأنك تطلب أي شيء أونلاين، تطلبها أونلاين وتجيك للبيت. وتقدر تسوي كاستمايز، تختار أي شيء، اللون، الوان السيارة من داخل، حجم الكفرات، سعة الباتري اللي فيها تقدر تختار، يعني مثلا باتري أكبر، كل شيء أونلاين. بحاول أخش على ما يطلعون اللي داخل، قاعدين يلعبون في داخل، وهي الأصل إنك تضغط هذا ويطلع معك مفتاح الباب مثل كذا. هنا تشحن السيارة. هنا في شنطة ورا، وبرضه قدام في شنطة، لأنه ما فيها ماكينة السيارة، فمن الجهتين شنطة. أنت متخيل إن السيارة ذي ما تعبيها بنزين وما تغير زيت لها، لأن ما فيها الأشياء الاستهلاكية مثل الماكينة والأشياء ذي، كلها إلكترونية. طالع سيارة ثانية تعبر عائلية، شوف فتحة الباب كيف تفتح. وبرضه لو إنك مسكرها وبتضغط الزر بتفتح الباب، وفي مثلا سيارة يمك ما ينفتح الباب كامل. برضو ترى السيارة فيها القيادة الذاتية، بعض الولايات سمحت ان تسوق سيارة تلقائي، وبعض الولايات ما سمحت. الولاية هنا وقانونها، نزلت السيارة في الامارات في موزع رسمي لها، في السعودية تقريبا ما في موزع، بس تقدر تشتريها وتدخلها السعودية الحين. نسيت اقول لكم برضو ان الشحن في المحطات في امريكا هنا توقف تشحن سيارتك في اي وقت مجانا، فهذا برضو شيء يحسب للشركة. الى الان انتظر بداخل يخلصون تصوير السيلفي عشان نركب. اخيرا طلعوا، خلنا نركب. شوفوا حجم الشاشة، تقريبا وما راح اقول لكم 12 انش، لان احس انها اكبر من 12 انش، ممكن توصل 15 او 14 انش. طبعا كل شيء تاتش. هذا المكيف هنا، هنا لو انك تفتح التندة تسكرها كذا، شوفوا كيف كل شيء الكتروني، تفتح الابواب تسكر الابواب، الانارة كيف تتحكم فيها من هنا، تخليها اوتو مثلا، ترفع السيارة تنزلها، كل شيء من هنا. هنا اعدادات السواقة مثل ما تخليها سبورت ولا ستاندر ولا مريح، تدفئة الاسيات. هنا طبعا لو انك بتسافر تحط المكان اللي بتروحه، مثلا بتطلع من هنا لمنطقة ثانية راح يعطونك المحطات حقينهم توقف فيهم وتشحن سيارتك. السيارة مليانة تقنية، شوف الشاشة اللي هنا برضو، هنا الخرائط طبعا تسوي لها كستمايز، تقدر تغير كيفك. نوع السيارة موديل اس، وفي موديلات ثانية مثل 100D، وفي انواع ثانية على حسب حجم الباتري والاشياء التقنية اللي فيها. وهنا مثل ما تشوفون باتري السيارة كم فيه وكم يوصلك. حجم التخزين هنا، وهنا كاب هولدر، هنا هنا الشواحن. السيارة برضو فيها ميزة ان لو موقفها في جراج تقدر بالبرنامج حقك تتحكم فيها ان تطلعها من الجراج. فيها بعد اوتو باركينج انك توقف تلقائي، وفيها اشياء كثيرة. كل شيء سمعتوه بالشركات الثانية حطوه في التقنية موجودة في هذه السيارة. بينزل لها سوفتيرات برضو من نفس الشركة، تحديثات. وهذه السيارة الثانية عائلية، نفس المواصفات اللي هناك، بس انها هي اكبر بما انها هي عائلية. فيها كاميرا هنا، تسكر باب من هنا. طبعا الشركة هي قبل ما تقدر تغذي البيت، وتقدر برضو تغذي شاحن السيارة اللي يجي مع السيارة. هذا هو الشاحن، خلاص من نفسه يوصل البيت كهرب ويوصل الشحن السيارة.
هنا ألوان السيارة البادي اللي برا، هنا التخشيبة، وهنا ألوان السيت. الموظف يقول لي اختار سيارة دي أو هذه الألوان هنا، تجي الكمبيوتر هنا موجود تطلب لك سيارة. شوف كيف باب السيارة يفتح من الداخل، تشبه السيارة الثانية دي الاس. كبوت برضو ستوريج، شوف عندك مخزن هنا. طبعا انا مالي في السيارات، لكن هذه السيارة مجبور اني اجيب فيها. الفلوق اللي قبل ابل وحين تسلا، فخلاص ما اقول الحين ما نتكلم عن التقنية. هذه تسلا، شوفوها تمشي هنا. اوكي اوكي خلاص ما راح نتكلم عنها. هذه ثنتين برضو، هذه سيارة وهذه سيارة ثانية. ندخل الحين الاماكن اللي تفلس فيني. والله البوك معاك وينه؟ والله ما جبت البوك. بما اني ناسي البوك في السيارة، بجرب اول شيء ابغى فيه، اذا يقبلونها يكون اسهل علي بكثير اني ارجع السيارة. هذا احسن شيء بالعربان انك تحط الاغراض فيها. بنتي نايمة، قايلين ان بنفلس. شوفوا كيف كل ديلي مشتري. الحين الساعة 8:15 وانا صاحي من الساعة 6 تقريبا او 6:30 الصباح في لوس انجلوس، واحنا بنخلص من هنا لازم نرجع لوس انجلوس، ومشوار لوس انجلوس 5 ساعات وشوي تقريبا. الله يعيننا في الطريق. ابي اشتري لي ملابس، بس اني اذا شفت ديلي انقهر. مثل ده ما احبه، المشققين ما احبهم، اللي عليهم الرسمات دي ما احبها. عجبتني تبديله بس الكلمات والرسمه ما احبها، برضه دي الرسمه ما احبها، كل شيء ما احبه خلاص. اذا عاجبني من بعيد، يوم جيت قربت شفت الحركات دي اللي تحت ما حبيتها. هذا احسن. عندهم ابو البيت بس ما تشتغل. طب اروح السياره اجيب البطاقه. السياره موقفها شغلت 10 دقائق مشي. مين تطرق؟ قال لهم جبت البوك. انا مستغرب من سان فرانسيسكو ان المواقف مجانا، انا في سدنتان والمواقف مجانا، في لوس انجلس في كل مكان توقف لازم فلوس الا المجمعات. على لونج بيتش بروح الايام الجايه تشوفونهم كلهم فلوس المواقف. انا عاجبني في بوزمان المواقف مجانا. اتوقع ان خلصنا خلاص. اتوقع راجعين باقي يعني خلاص ما خلصنا باقي. نرجع لوس انجلوس في نهايه الفلوق. لا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، والسلام عليكم.